فطيرة الشوفان، بنجيب تفاحتين بنقطع واحدة إلى مكعبات صغيرة والتانية بنبشرها ناعم، رشة ملح لتعزيز النكهات، بنوضع بيكنج بودر، ملعقة صغيرة زنجبيل، ربع معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة ربع كوب من الحليب، بيضة واحدة، كوب ربع من الشوفان، مكسرات نص كوب، قليل من الفانيلا. التحلية النوع والكمية هو اختياري. نقلب المكونات جيد، نوضعها في وعاء يدخل الفرن. نشغل الفرن مسبقا من أعلى ومن أسفل، نوضعها بالرف الأوسط تقريبا بتاخد 30 دقيقة، نتركها تبرد وهيك بنقدمها. صراحة كتير هي طعمها روعة ومميز. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأنه رأيكم كتير بهمني. في أمان الله.